والله اتحداك انه ينزل في الشارع. والله انا اتحداك باللي ينزل في الشارع. انا كنت في الشارع. انت ما تعرفش الشارع. لا ما نعرفش الشارع. ما تعرفش الشارع. انا ابن الشعب البسيط. انا ابن الشعب البسيط. اسمع احنا ابناء من اسمع واش شفتوا فينا؟ واش شفتوا فينا؟ اسمع اسمحني سامحني هذا السلطه هذا شوف فيا مو مثل السلطه لا لا شوف فيا مو مثل السلطه انا ممثل ابناء الشهداء ليس السلطه ولا وزير تتكلم معه راني محقور اكثر منك وابناء الشهداء محقورين في هذا الوطن ودافعنا على حقوقنا درنا مسيرات ولا انسان دافعتوا على حقوقكم ما دافعتوش على حقوق الشعب دافعتوا على حقوقكم ودافعتوا على حقوقكم ما دافعتوش على حقوق الشعب يوم ما هؤلاء الخونه الذين تتحدث عنهم يوم ما ساندتوهم هذا الخونه الذين تتحدث عنهم الم تساندوهم الم تساندوا هذا الخونه سي سي سامي بدات تخوين بدات تخمين فقط 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 خلاص رانا نشوفوا في هذا هذا المظاهرات السلميه خلوا الحوار اليوم يهدى شويه ضيوف الكرام لانه شوف الشارع شوف الشارع الجزائريه فقط اخي استاذ فقط اخي علي استدعيتني اخي عرفش نظارك سامحني نتكلم انا عرفش نظارك باختصار مش من نظار ما نعرفش نظارك باختصار فقط باختصار باختصار سامحني نتكلم باختصار باختصار سامحني سامحني اخي علي تفضل الان الشعب يعرف جيدا هذه الشخصيات والشعب يعرف كيف ليس محتاجا ليس محتاجا لهذا العرض الضعيف لكي يتحدث عن هؤلاء سامحني الشعب يعرف سامحني من هو سامحني بعدما الان بعدما تحرك الشعب نتيجه القهر ونتيجه الحقره الان اصبحوا كلهم يريدون ان يتحدثوا بلسان الشعب وارادوا ان يركبوا يا استاذ الله غير عيب الله غير عيب سامحني فقط يركب. لا بكاش يركب الشعب انتوما حبيتوا اليوم الشعب الاول ما نتحدثش باسم الشعب فقط بسيط انا مواطن عادي يا شباب خلاص اريد ان اعيش حياه سعيده مع بلدي يا جماعه احنا ما تحدثت على الحراكه الحراكه ما تحدثش على اليوم شباب عندهم دواعي خاصه شباب رايحين يلبسوا في اوروبا سامي سامي فقط بتكلم فقط فقط سامي لانه هذا الشباب رايحين لاوروبا سامي سامي فضل سامي 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 بونجما سامي بونجما سامي بونجما سامي بونجما سامي بونجما يحترموا انفسهم اسمحوا لي فقط اسمحوا لي مش على الشباب اسمحوا لي فقط اسمحوا لي فقط اسمحوا لي فقط انا شم مازالهم يا جماعه فقط احنا جزء منه سي بونجما احنا جزء من الشعب بونجما خلاص 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 فقط فقط خلاص 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 من فضلكم من فضلكم والله رني على الهواء مباشره وراه الشارع الان يشاهد فينا خلينا المظاهرات سلميه خلي الامور كذا هدوا ارواءكم يعني نشكركم جزيل الشكر شرب شوي ما سي بونجما فقط فاصل راح نريحوا وبعدين راح يجي الزميل يوسف زغبه راح يواصل هذه الساعه